بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أعمال مخصصة في شهر رجب، وهل الصيام له مشروعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شهر رجب كغيره من الشهور لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخصص بعبادة دون غيره، فالذي يخصص شهر رجب بعبادة من العبادات هذا مبتدع. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب عبادة خاصة، وليس له فضيلة على غيره من الأشهر، فالذي عنده عمل ومستمر عليه يستمر عليه في رجب. أما أن يخصص شهر رجب بعبادة فهذا بدعة مردودة.